بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره اليوناني جورجوس جيرا بيتريتيس خطورة التطورات المتسارعة بالمنطقة وأهمية تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار. وخلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، استعرض عبد العاطي الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية بغية العمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية. ومن جانبه أشاد وزير خارجية اليونان بالجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمات المتلاحقة بالشرق الأوسط ودورها كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة. كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين وتطلع مصر لتعزيزها في كافة المجالات. أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء عطسيون في تفجير سيارة مفخخة. وأكدت الإذاعة أن قائد المنطقة وهو ضابط برتبة لواء أصيب في التفجير بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي اثنين جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة كرما سور. انت طب وين طالع؟ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة تول كرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وتجولت في عدة شوارع وأحياء منها، ومن ثم واصلت طريقها إلى مخيم نور شمس وتمركزت في حي النصر بالمخيم. كما أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدة حجة شرق قلقلية وتجولت في عدة مناطق. أعربت المملكة المتحدة عن قلقها العميق تجاه الأساليب التي تتبعها إسرائيل في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن الأساليب التي تتبعها إسرائيل وأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين تقلق بلاده بشدة. وأوضح المتحدث أن خطر زعزعة الاستقرار شديد، مشددا على الحاجة إلى التهدئة العاجلة. كما أكد أن المملكة المتحدة تدين بشدة عنف المستوطنين وكذلك العبارات التحريضية الصادرة عن الوزير بن غفير التي تهدد الوضع القائم في القدس. قالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تيفن رايم إن الهجوم الإسرائيلي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة لا يمكن قبوله إطلاقا. وعربت الوزيرة النرويجية في بيان عن صدمتها إزاء تعرض مركبة تابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار مباشر رغم وجود علامات واضحة عليها، لافتة إلى أن المركبة التي تقل أو التي تقل موظفي برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة حصلت على التصاريح اللازمة من قوات الاحتلال قبل أن يتم استهدافها. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون في قصف أوكراني على منطقة بلغرود الروسية الحدودية. وقال حاكم بلغرود إن هذا الهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ. وأضاف أن من بين المصابين 6 أطفال، 3 منهم في حالة خطيرة، لافتا إلى أن 3 بنايات سكنية لحقت بها أضرار. أصيب 5 أشخاص في هجوم بسكين على حافلة في مدينة زيجن في غرب ألمانيا وفقا لما أعلنت الشرطة المحلية. وأوقفت الشرطة المشتبه به وأعلنت في بيان أنه ليس هناك دليل على أن الواقعة تشكل هجوما إرهابيا. وأشارت الشرطة إلى أن الوظائف الحيوية لأجساد 3 من المصابين معرضة للخطر، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، أما المصاب الخامس فإصابته بسيطة.
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديد عن انتهاء النسخة الثانية من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وعربت اللجنة العليا عن خالص تقديرها وشكرها وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه. كما أكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تقديم نسبة 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديدة هذا العام دعما للقضية الفلسطينية، وذلك سيرا على نهج الدولة وقيادتها العظيمة في تقديم أفضل ما لدى مصر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.